نعود إلى الأستاذ أبو القاسم. أستاذ أبو القاسم، كنا نتحدث عن التقييم الميداني والوضع العسكري. أريد أن أختم معك بما حدث في الخرطوم، لأنه بالأمس تم الحديث عن أن بالأمس وفجر اليوم كان هناك اشتعال نيران في المعسكرات الخاصة بالدعم السريع. في محور الخرطوم بصورة عامة، خاصة محور بحري، الجيش السوداني يحدث تقدما كبيرا جدا وعمليات نوعية كلها ناجحة بالحمد لله تعالى، ابتداء من عبور القوات المسلحة كبري الحلفاية ووصولها إلى مناطق تياس كل الحلفاية ووصولها إلى مناطق شنبات حتى منطق موقف شندي، وتدمير المدافع والراجمات التي كانت تضرب عشوائيا أحياء مدينة مدرمان وأحياء كريري في مدرمان. بعد ذلك القوات من الكدر وقوات من محطات أصبحت تتقدم وترصد من الكمائن الناجحة لميليشيا الدعم السريع، والمسيرات والطيران كذلك يعمل على أهداف محددة بدقة. هذا كله تمهيد إلى التقدم نحو محور بحري. وفي محور الخرطوم الجيش السوداني بسط سيطرته على كامل مطار الخرطوم. كامل مطار الخرطوم ليس هنالك أي ميليشيات من الدعم السريع، كان أصبح كله تحت سيطرة الجيش السوداني. وهذا يعني أن الخرطوم خاصة محور القيادة العامة من منطقة النيل الأزرق وجامعة الخرطوم مرورا بشارع أفريقيا إلى منتهى المطار حوالي 5 كيلومتر، هذه أصبحت الآن تحت سيطرة الجيش السوداني، وأصبحت القيادة العامة في مأمن من الحصار المضروب عليهم من الهجمات من خلال المدفعية والرشاشات التي كانت كامل مطار تتوالى الخرطوم. على القيادة العامة والشعب المسلح كامل مطار. هذا عموم أستاذ أبو القاسم، كامل مطار الخرطوم يعني المدرج والمباني الإدارية، لأنه كان إشكالية كبيرة في السيطرة على المباني الإدارية في مطار الخرطوم. طبعا لأن الميليشيا كانت وما زالت ترتكز في الأحياء السكنية القريبة من مطار الخرطوم. في الناحية الجنوبية الشرقية من مطار الخرطوم تقع مقر هيئة العمليات الذي هو مقر من أكبر المقرات لميليشيا الدعم السريع ومكتظ بالأسرة. وكذلك جنوب مطار الخرطوم بحوالي 2 كيلومتر تجد هنالك المدينة الرياضية وهي مكتظة بآلاف الأسرة، وهذا سبب رئيسي يمنع الجيش السوداني من تدمير كامل المدينة الرياضية وتدمير كامل مقر هيئة العمليات وتدمير كامل أغلب المباني السكنية المحيطة بمطار الخرطوم التي تتخذها الميليشيا كارتكازات لمهاجمة ومحاصرة القيادة العامة ومطار الخرطوم. تقتص هذه المباني بالأسرى من جهاز الأمن الوطني ومن القوات الشعب المسلحة ومن عموم المواطنين المدنيين الذي تم أسرهم في بداية الحرب. لكن في الفترة الأخيرة امتدت عمليات التمشيط من القيادة العامة حتى مشطت كامل مطار الخرطوم. الآن كامل مطار الخرطوم كل المباني الإدارية في مطار الخرطوم تحت سيطرة القوات المسلحة، وكل حتى المدرج في مطار الخرطوم كله تحت سيطرة القوات المسلحة، وأصبحت هجمات الميليشيا بعيدة تماما عن القيادة العامة والشعب المسلحة، وأصبح هناك متنفس لإخواننا في القيادة العامة والشعب المسلحة، بجانب سيطرة الجيش السوداني على كوبري كوبر من الناحية الغربية من اتجاه الخرطوم، من ناحية شرقية من اتجاه بحري، وطرد الميليشيات من المحيط حول سلاح الإشارة خاصة منطقة كوبر وإشلاق البوليس حتى مستشفى الأمل وتقدما شمالا حتى موقف شندي القديم. هذه كلها الآن تحت سيطرة القوات المسلحة، وأصبحت مواقع القوات المسلحة في بحري وفي الخرطوم وفي مدرمان في مأمن وفي متنفس كبير جدا وفي سهولة في الحركة. بأي حال من الأحوال أفضل بكثير جدا من الشهور التي قضتها هذه المواقع خلال ال 11 شهر الأولى من الحرب. عموما التقييم ميليشيا الدعم السريع في تراجع كبير جدا، والجيش السوداني في عافية كبيرة، والجيش السوداني أن يكتسب شركاء دوليين وإقليميين يمدونه بالسلاح وبالعتاد، وبإذن الله تعالى سترجح الكفة بشكل كبير جدا لصالح الشعب السوداني والقوات المسلحة. أستاذ أبو القاسم الزبير، الباحث والمحلل السياسي السوداني، أشكرك بشدة على التواجد معي في هذه الحلقة، وأشكرك على كل هذه الإفادات.